الشمال من اسكوان صح قلت له ربي غدوه تطلع الريحه وكل شيء شكون باش يمرض انا باش يمرض مرتي وليد لا يا سيد احنا ما ندخل حتى حد هنا ربي يرحمك تدخل لي شنو في جرزونه وين عائلتها وما لها ولا جايبينها لهنا هي بي مزج مين وما صاب رحمه على جيتها ما تطفلها في صالح حطها مزج مين ولا ما صاب رحمه يدفنوهم للجبل يحطوهم يدفنوهم في الجبل يدفنوهم في بلاصه بعيده مش يدفنوهم في حي سكني يدفنوها لهنا حي سكني عندنا ولادنا احنا بيدنا سكان لهنايكا وجبنا قريبه ياسر لديارنا شوفوا بلاصه بعيده برك صحيح ولا حرقوا كيما يعملوا الخارج وكاو شنو ذنبنا احنا كسكان وعندنا ولادنا وكل شيء جاوا حاولوا قدم المره باش يدفنوا ما نجموش قالوا على نساء احنا عنا نساء حبالة خايفين عليهم مش هو عنا نساء كبار عنا ميتنا عنا بويتنا شنعملوا نلوحوهم هيك هما يحبوا يدفنوها في كل وقت يدخلوها عنا نساء كبار عنا ميتنا عنا بويتنا عنا نساء حبالة شنو هي يوم محرم قبل من وقت الزين من وقت الزين الجبالة ما يصالح لبسينا من وقت الزين لا قدر الله واحد من حي غير يخرجون جماعه الاخرين كل ولاد خويا يا ودي مش هكاك هز بلاصه بعيده على السكان احنا وصلنا نسكن وصلنا ديارنا مش موت عبيد احنا ديارنا وصلنا قراب عاوكم ديارنا ديارنا لهنا قراب ليها ولا قراب ليهم ديارنا تخرج خلي ميت هي قبيله تدينا ريحه تخرج الزبله احنا مانيش قاربين اغزل الزبله كيفي شكون مصير انسان ميت بالكورونا انتم طبيب قلتوا يداوي مسكين مرض شكون مصير باش تدفن هنا يحفروا شيء دار تبني فيها دار تحل شيء تحت الدار خلي تفر تفر عملوا لها تحليل عايزه من حادثين وما هيش صالحه باش ما هيش صالحه بالكل الناس الكل تعلم نورمالمون تعلموا ما هي الصالحة بالكل حاولوا يدفنوا لكن ما نجموش عاودوا هزوا موتاهم جيبوهم من السبيطار قال وعاودوا رجعوها هذا يا عم ناول هي حتى بيبيات ما قبلوهمش باش يدفنوهم لهنا موتى اسكت اسكت اسمع